بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 47. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل ما بدأناه في الحلقات السابقة من الاستنباط من الآيات الكريمة من قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلى قوله تعالى: أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. فيؤخذ منها وجوب الإيمان بالله وملائكته، يؤخذ من قوله: إن الذين يكفرون بالله ورسله، وقوله: والذين آمنوا بالله ورسله، الآية، يؤخذ منهما وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره كما في الحديث، وأن من كفر بواحد من هذه الأركان فهو كافر بجميع الأركان، وذلك لقوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، فدل على وجوب الإيمان بهذه الأركان كلها وتحريم الكفر بشيء منها، وأن من كفر بشيء من هذه الأصول وهذه الأركان فهو كافر بجميعها. وفي هذا تكفير لليهود والنصارى الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وزاد عليهم اليهود لأن كفروا بعيسى أيضا، فهم كافرون بالله وبرسله جميعا، ولا ينفعهم الإقرار ببعض الرسل مع إنكار البعض الآخر. فالإيمان لا بد أن يكون بالجميع، بجميع أركانه. وفي هذا رد على الذين يزعمون الآن أن اليهود والنصارى أنهم مؤمنون، فالله جل وعلا حكم بكفرهم وقال: أولئك هم الكافرون حقا. وكيف يكونون مؤمنين والله جل وعلا قال: أولئك هم الكافرون حقا، وبين السبب في أنهم يكفرون ببعض أركان الإيمان، حيث إنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا بالبعض الآخر. ويؤخذ من هذه الآيات أن من آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام سلسلة واحدة، وما مع أحدهم ما مع أحدهم فهو مع الآخر من الرسل أو أحسن منه. فالذين آمنوا بموسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بأعظم الرسل عليه الصلاة والسلام، وهو محمد، ومعه من المعجزات ما هو أفضل مما مع غيره، مع أننا لا نتنقص أحدا من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالحقيقة أن هذا تناقض،
كونهم يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض الآخر هذا تناقض واتباع للهوى واتباع للشيطان. والمؤمن الحق ينشد الحق دائما وأبدا ولو خالف هواه ولو لم يأتي على رغبته، فإنه يؤثر الحق ويتبعه ويأخذ به، هذا هو سبيل النجاة. ولا يجوز التجزئة في الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان فتأخذ من الدين ما يوافق رغبتك وهواك وتترك ما يخالف رغبتك وهواك. أفتؤمنون ببعض؟ قال تعالى في أهل الكتاب: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال جل وعلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فهذا هو الواجب على جميع الأمم: الإيمان بالله وبكتبه وبرسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. ولن يحصل أحد على الإيمان الذي ينقذه من عذاب الله ويلحقه بالصالحين وبأهل الجنة إلا بهذا المعتقد الذي هو الإيمان بجميع أركان الإيمان. ويؤخذ أيضا من هذه الآيات أن الكفر ببعض الرسل كفر أكبر، ليس كفرا أصغر، وإنما هو كفر أكبر يخرج من الملة، لأن الله قال: أولئك هم الكافرون حقا. وأيضا يؤخذ من هذه الآيات أنه لا يشك في كفر هؤلاء، فمن شك في كفر هؤلاء فإنه يكون مثلهم ويكون مكذبا لقوله تعالى: أولئك هم الكافرون حقا. فلا يجوز التردد في شأن من يفرق بين الرسل ويؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهم، لا يجوز التردد في تكفيره الكفر الأكبر الموجب للنار والخلود فيها، نسأل الله العافية والسلامة. ويؤخذ من هذه الآيات شدة عذاب من كفر ببعض الرسل، وأنه لا يخفف عنه. قال تعالى: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ولا يخفف عنه العذاب إيمانه ببعضهم، لا يخفف عنه العذاب إيمانه ببعض الرسل، ولا يؤجر على ذلك، لأنه صار كافرا الكفر الأكبر المخرج من الملة ويكون مع الكافرين وإن كان من أهل الكتاب. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين. فالله حكم على من اتصف بصفات الكفر أنه كافر ولو كان من أهل الكتاب. ويؤخذ من هذا أن العالم قد يكون كافرا مع أنه عالم، وقد يضل مع أنه عالم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فهؤلاء أهل الكتاب علماء، ومع هذا كفروا بالله ورسله والعياذ بالله. فالواجب
التنبه لهذه الأمور وإنزال الأحكام على منازلها وتطبيقها على من تنطبق عليه بدون تشكك أو تردد أو تملق أو غير ذلك. فالله جل وعلا حكم بهذا الحكم الذي لا مرد له. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.